السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم في قناة مطبخ سارة أم هداية. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة إن شاء الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. كتشوفوا معانا الدجاج غادي نرقدوه ومن داك نديروه، كل شيء بطريق شويه، كل شيء محطوطه قدامنا. مرحبا بكم عندنا. اليوم ان شاء الله تقدم لكم ورديه الدجاج ديالها المحمر بالطريقه ديالها اللي بسيطه وسهله. تبعوا معاها، راه هي راه فايت ليها دايره هذا الشيء هنايا، ولكن نتوما غير تبعوا معاها غتقول لكم كل شيء ان شاء الله. المقادير اللي استعملت، المقادير اللي ده، بسم الله. كنقطعوا البصله هي الاولى، ملي نقطعوا البصله عاد نستعملوا العطريه. هاي في نهد، هذه ها هي دارت الضامه ديال الزعفران، الضامه ديال الزعفران ها الاخرى حتى هي باش نصوبوا هاد الشد، واش نديروا البنه ولا الدفيه. هذا الحامض، الحامض هذا الحامض المصير، ها هو يا كل نديروا هاد الشد. كنديروا التومه، كنديروا البصله، كنديروا عرق الخرطوم، كنديروا هذيك بسيبيسه، كنديروا قاع قله، كنديروا مساخن مجموعين من كل شيء. كنستعملوهم في هاد الشيء، وسكين جبير والبزار، كل شيء نديروا في هاد الشيء. والملحه ما كديرهاش، والسمن هاد الحشوه هنايا ها هي صومنا. الملحه راه ما كديرهاش، ها هي راه كدارت غير الحامض صافي والسمن. هاد الشيء كل شيء مجموع في هاد ذاك، ها هو ها كنشوفوا ونديروا به بحال هكا باش تجي البنه ولا الدفي ان شاء الله، واللي باقوا واللي كالوا يبقى يشكرنا بخير ان شاء الله، ويبقاو يشكرونا به. ها انت ها باش يعمر ها الحشوه ديالتو، ها هي في نهد ها كنستعملوا ليه. ها انت كنديروا ليه بحال كونية. هانت تنصوبوه ونرقدوه بحال كون يبقى في حشوتو، يبقى مدير مجموع. الله يعطيك الصحة أمي وردية. تبعوا مع الدجاج ديال أمي وردية باش تشوفوا كي كيجي، راه تبارك الله راه كيجي زوين بزاف. ها هو نصوبوه بحال كون يبقى باش ما يتحلش، باش ما يتحلش ويفرق رجليه ويبقى معلقين. الله يعطيك الصحة. هاي غتعاود معكم وحدة أخرى. بسم الله. ها الآخر تا هو غنستعملوه معاه. محناش نمشيو غنخلطو نسيبو لا بدنا لا لدة، خاصنا حتى نرقدوه، نرقدو في عطريتو، نرقدو في المسايل ديالتو. عاد هاديك الساعة غادي يطيب وياكلوه بالصحة والسلامة. الله يعطيك الصحة. ها كيفاش نديرو ليه؟ ورا درتي حتى الزيت الرومية دابا، كلشي الزيت، الزيت الرومية تشحري في هاد الشي ويشرب هاد الشي. عاد غديري ليه الزيت الرومية تيتشحر، ها هو كيتعمل فيها هادشي، هو اللي كيطيب ويجي بنين ويجي اللذة البنه واللذة فيه. ما نتوماش عاد تخلطوه وتخليه مجيف، عاد تخلطوه وترميوه بلا هادي بلا دير، اخص هاد الحشوه اللي يطيب فيها وتطيب في وسطو. خليه اللي بغا يشوف. هانت ها الطريقه ديالتو كديري ليه، ها هو باش ما يتحلش وباش ما يتشتتش، يجي مشتت في التبصيل، خاصو يجي مجموع وجامع راسو، واخا تا هو راه مرخي مدلدل. الدجاج الرومي، الدجاج الرومي مرخي، خاصك تحزمي جوج حزامات، تحزمي جوج حزامات عاد راه يتجمع. ايوا الله يعطيك الصحة. بسم الله. ملي تقد هاد الدجاج وتصوب
في عطريتو وفي كل شيء المسائل ديالتو درناها. دركو عندي غادي تقسم بين جوج طنجرات. كيدار النص هن وكيدار النص في الطنجرة الأخرى. فهمتي هاكا تستعملوه. غتخليه على ظهرو دابا. غادي دير هن حلو. هانت على قبال الصدر ما يديرش خاصو واخا ديروا العافيه مزيانه ليه. الصدر ولا درتي على ظهره في ساعة تسلخ ليه هاد الجلده ويبقى عريان. والله ما خليه لابس حوايجو صافي. خاصو يتشكى مسكين على جنب الرايحه حين تقوم تشتشي او ما خد. هانتي الحشوة ديال هادي تاعها. دابا ما عندها دجاج كثير يعني قسماته ما بين جوج طنجرات. دجاج كثير خاصو يجي مقاد في جوج طنجرات. هاديك الصح. هاكي يدار ليه. هانتي هادو. هادو الستة غادي يبقاو فيها الطنجرة. هادو هما اللي غادي يبقاو هنايا غادي تنقص منهم ودير ها الشيء. ودابا صافي غتوضيهم غديري ليهم الماء. صافي غادي دير فيهم غادي يطردو فوق داك في الفرن. اها. حتى يدير ويتقلى بزاف ويشرب عطريتو. عاد هذيك الساعة غنراويوه ونديرو ليه. السلام عليكم. دروك انايا ملي حسينا بيه طاب غادي نبداو نقلبوه على الجهة الأخرى. هانتوما خاصو يتقلب على الصدر ديالو. هذا اللي كان الفوق تحطيته. هذا اللي كان الفوق حنا غنقلبوه على جنبوها. دروك هانيا هو هانيا ما يطيب عا من يطيب عا من داك من يطيب عا من هاد الصدر. الصدر هو اللي كيرفع الطياب. الله يعطيك الصحة. الصدر هو اللي يرفع الطياب هو اللي يدير ما يبقاش الدم ديالو. الدم ديالو يطوش. ملي بدا يتشرب صافي. يا ميمتي. بسم الله هانتي. دوك الدجاج طاب. دوك عاد غنديرو زيت العود ها. الزيت البلدية. تبنن داك الشي وتصوب المذاق. تاكلوا بالصحة والسلامة واللي شافوا يقنع ويشبع. وتبنى وللداهي اللي راه ما ضاقوش منها غيشوفوها بعويناتهم. صافي غيصيبوا بحالو ان شاء الله. صافي يصاوبوا في ديارهم وياكلوا. دوكا غنوريوه ليهم وهني غادي يديروا في ديارهم ان شاء الله وياكلوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بجاه الله نديروه. دوكا نياك نديرو في اللاطا باش اللي بقى يتسقطر ويتحمر على حقه وطريقه ان شاء الله. دابا من بعد ما طاب هتهزيه من طاب دلقا نيا. صافي دلقا نيا غنديرو باش يتسقطر في اللاطا ويتحمر ان شاء الله. بحال كوادني شوفوا ديو لي فاده وشوفوا كي دير ليه. راتي راه كيجي لذيذ تبارك الله. عندها واحد اللذه في يديها تبارك الله. راه اللي دارتها كتجي لذيذه. غادي نغطيه بحال كوني على الدبان ويبقى مستور تيتسقطر ويتصوب. عاد هذيك الساعه يدخل الفران يتحمر. هاو وغدهنيه قبل ما تدخليه الفران. غدهنيه بالسمن. اها. ودخليه في اللاطه. اها صافي. هانتي دوكا ملي حيد الدجاج ها القنصات والعناق هما اللي غادي نديروهم في التغميره. يطيبوا. ما كتسلقيهم ما والو. لا كيتسلقوا يتغسلوا يتصوبوا. عاد دوكا سير نديرو فيهم. صافي كاين العنيقات و العنق والقلب والقنصه. هادو هما الحشوه ديال هاد الشيء ديال الدجاج. صافي غتخليهم دابا يطيبوا حتى هما. غادي يطيبوا
وتغمري بهم هاد ودير بهم الدجاج ولا تبغي تحطيه ياكلوه غتعاودي ترفدي وتعطيه. هانتي هالمذاق ملي يسالي كلشي ودار بحال كون هاد الحشوه ديالتو هذا السكر. شحال كديري ديال السكر؟ جوج عواشق. جوج معالقات ديال السكر صافي. شتي راه من بعد ما دارت هذاك القمصه وداك الشيء ضافت جوج معالقات ديال السكر يعني قبل ما قبل ما هاد لاصوص يختار في الاول كديرو. هانتي هادي عاشق عاشق داك باش الشبان اليوم عاشق ديال القرفه معلقه ديال القرفه واللي كان عنده دجاج كثير اللي عنده دجاج قليل غيدير غير رويس ديال المعلقه تبين المذاق ديال هاد الشيء من بعد ما كت وكتحمر الاول ودير لي واحد داك زوين واحد النظره زوينه النسمه زوينه والنظره تعود زوينه تعود ذهبيه. هاد السكر وهاد القرفه هما اللي كيصاوبوا اللمعه تعود زوينه والعود البنه واللدة فيه من داك الشيء. وتيا ديري وتحركي بحال كنوبه نوبه حركيه باش داك الشيء كيتحمر داك الشيء كيتحمر والمذاق ديالو يتقاد وتجد دغميره مدغمره. وحلي عينك وشوفي الدغميره كي دايره ديالت الحرات. الله يعطيك الصحه ديالت الحرات. شتي الدغميره كي دايره كيفاش دار؟ الله يعطيك الصحه. هانت ملي تحطيها في التبصيل ما تبقاش مزرقه وتبقى تلعب كل عالم يبان لك عالم يلعب. هانت الدغميره كي دايره ها كيفاش ديري ليها صافي باش اللي كالها المذاق تعجبو المذاق تعجبو ويبقى يتسنن في بسم الله. هذه هي البنه واللده هذه هي الهريسه والسمن مخلطين هي البنه واللده كتدهني بهم الدجاج اللي تدهني بهم الدجاج هانتي كتستعملوهم ها بحالكم بحالكم دهنوه وتصوبوه باش يجي بنين ولذيذ قبل ما تدخلوه الفران يتحمر قبل ما تدخلوه خاصكم دهنوه بهذا الشيء باش تجي البنه واللذاق واللي كالو يلقى المذاق زوين ما هوش ياكلوه ويقول يا لطيف شوف انتو كي دايره هذا الشيء راه يدير البنه واللذاق. الله يعطيك الصحة ميمتي تاكلوا بالصحة والسلامة. الله يحفظك وبغيناكم نتوما ما تنساوناش ما تنساوناش من بالكم وما تطيحوناش من بالكم. شوفوا شجعونا شجعونا ولا تنساوناش خاصنا ديرونا في بالكم وتشكرونا بزاف الحمد لله. خليوا للموردية تعليق زوين مرحبا بكم ومرحبا بكم ومياك مرحبا. الله يحفظك ترحب بك الجنة ونعيمها. صافي دابا غتكمليها الميمة كله بهذا اييه نكملوا بهالطريقة هذا فاش نديروه في الفران يتحمر يتحمر في الفران اه هذا هذيك الساعة فاش يديروا بطريق شمو ياكلوه صافي. دابا هذا من بعد ما غندهنوه غندخلوه يتحمر ان شاء الله ونتلاقاو بكم باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي. يلا بسم الله غنبداو نحطو. يلا على بركة الله. هاد الدجاج محمر مقاد بسم الله. يلا بسم الله تبارك الله كيشهي الدجاج والريحه طالعه يا سلام. الله يعطيك الصحه والعافيه مورديه تبارك الله عليك وصلى على النبي. مرحبا بكم ترحب بك الجنه بكم تاكلوا بالطيبه ان شاء الله. الله يحفظك امي الشهي والحباب فيهم.
الزيتون، الزيتون شهوانية مرقداه في الماء باش تحيد لي ديك الملوحة، مغسول من الملح. انتوما الزيتون مغسول من الملح مصوب مزيان مصوب. الله يعطيك الصحة الميمة، الله يعطيك الصحة. دابا غتبدا ديري في المرقة كيفاش دايرة؟ مال المذاق ربي يعلم بيه. المرقة كيفاش دايرة؟ ديك ذات المرقة عندها خاطرة وزينة تشهايها تاكليها. الله يعطيك الصحة ميمتي. شي تغميرة كي دايرة؟ تبان لك خاطرة زينة. الحامض مصير، الحامض مصير معمرة بالهريسة، عامر بالهريسة البنة واللدة فيها. تبارك الله وصلان نبك. الله يحفظك. تبارك الله وصلان نبك. الله يحفظك، الله يعطيك الصحة. اللي شافوك يتشهاه. لا تبارك الله والله العظيم للبنة اللي ما شاء الله. اللي شافو عبعينه كيتشهاه، مولي كالو ربي يعلم. الله يحفظك. مولي كالو ربي يعلم. وتشوفي ويعجبك. الله يعطيك الصحة والله يحفظك لينا يا الميمة. هاد جا صوبناه ودرناه، يا مرحبا بكم، وبغيناكم تشجعونا وتشكرونا به، وما تنساوناش ما تنساوناش. مرحبا بكم، قول لهم تاكلوا بالصحة والسلامة.